أستاذ الملاحظة البارزة، بالإضافة إلى أن المنتخب المغربي أصبح يتمتع بالشخصية التي تسمح له بأخذ الزمام والمبادرة من البداية، وكأن المنتخب المغربي أصبح يستغل ذلك العامل النفسي الذي كسبه في كأس العالم كأفضل ما يكون في القارة الإفريقية. ولكن هناك نقطة أخرى ممكن جلبت الانتباه، هي الاتيتيود، هي شخصية بعض اللاعبين. لما تشاهد زياش في هذه المباراة، لما تشاهد حكيمي تقريبا بعد 3 دقائق كان ينافس على تماس بطريقة رهيبة جدا بعد 3 دقائق من بداية المباراة، يعني كأنه في عقلية جديدة في المنتخب المغربي. الحقيقة هذه العقلية لم نشاهدها سابقا في الكؤوس الإفريقية. اولا عزيزي هيكل، اولا تحيه ليك وتحيه لكل افراد برنامج الكره العربيه. انا اعتقد بان الانتصار الفريق الوطني المغربي في لقائه امام تنزانيا اكد لنا حقيقه واحده، هو ان وليد الركراكي نجح في نقل الفريق الوطني المغربي من فرحه قطر الى واقع افريقيا. واقول ان وليد الركراكي حاول او اقنع او اصل داخل لاعبي الفريق الوطني المغربي بان افريقيا ايضا تحتاج الى شخصيه اخرى، وتحتاج ايضا الى ثقافه اخرى، وتحتاج ايضا الى تعامل اخر، وهو ما تبين بالملموس في هذا اللقاء، لقاء امام منتخب تنزانيا. اعتقد ان جميع اللاعبين كانوا في مستوى هذا التحدي، وجميع اللاعبين قاموا بالواجب، وجميع اللاعبين ايضا تعاملوا بنوع من الواقعيه مع هذه المقابله. وان كان ان هذا اللقاء انا لا اعتبره انجازا عظيما بقدر ما اعتبره بدايه موفقه، وأتمنى أن يستمر اللاعبون بنفس الطريقة، بنفس العقلية، وأيضا بنفس الطموح في باقي اللقاءات، لأن طموحنا هو أكبر من الفوز في اللقاء الأول، وطموحنا أعظم وأكثر ثقلا وأمانة على عاتق لاعب الفريق الوطني المغربي في باقي اللقاءات. كما قال العزيز ربيع العفوي أن القادم هو الامتحان الحقيقي للفريق الوطني المغربي، لأن في اللقاء الأول أقولها بكل صراحة هناك تفوق كبير فرديا وجماعيا على مستوى اللاعبين، وحتى على مستوى أيضا الطاقم التقني. أعتقد أن وليد الركراكي يفوق رزانة وثقافة وأيضا شخصية وتكوينا على الطاقم التقني للمنتخب التنزاني.